بسم الله، دلوقتي هبدأ أرسم موضوع البايب والبايب كونكشن. قبل ما أبدأ أرسم هبدأ أعمل هنا بروبوزال جديد، وأقولكم مثلا هسميه بايب 1، تمام، وأخلي الماستر بتاعي زي ما هو بحيث لو حصل أي مشاكل يبقى الأساسي بتاع الماستر. ممكن مثلا بعد ما أنا أصمم الناس عايزة على تصميم تاني، أو في رأي تاني، أو اكتشفنا حاجة جديدة، أو في اقتراح جديد، فيبقى أنا عندي كذا اقتراح مختلفين على الماستر الأساسي. يعني الماستر الأساسي ده المفروض ميبقاش فيه غير الحاجات الموجودة فعلا في الموقع، يعني موجود مثلا الطبوغرافيا بتاعة الموقع والمباني اللي موجودة فعلا، إنما الحاجات اللي لسه جديدة نعمل لها كذا بروبوزل. طيب دلوقتي أنا هبدأ أرسم، أعمل كفر رجلية قبل ما أبدأ أرسم. تمام، وليكن مثلا ديت دي المنطقة مثلا السكنية، أخليها مثلا أو المنطقة اللي بقى فيها الزرع، المنطقة اللي أنا محتاج إن أنا أحط فيها حاجة للصرف. طيب هبدأ أحط بعد كده البايبلاين كونكشن أو البايبلاين زي ما أنت عايز. أنا أحط البايبلاين كونكشن. تمام، ممكن تيجي تختار من هنا تقول مثلا أنا عايز منهول، أنا عايز على شكل دائري، على شكل مستطيل، زي ما أنت عايز. دي الأشكال هي موجودة، محدش يقولك لأ. خلينا نختار منهول دائري مثلا أو سكوير. طبعا الدائري أفضل، تمام، على أساس بيبقى أصعب إن هو يسقط عكس المربع أو المستطيل، ممكن الجزء دوت يقع في الجزء اللي هو الوتر اللي هو بين الدلين دول. تمام، هبدأ أحط المنهول بتاعي بالشكل دوت. وبعد كده ممكن أوصل بينه بالبايب. طيب قبل ما أشغل البايب هروح هنا على الستايل. فاكرين من موضوع الستايل اللي احنا عدلنا منه الكفرج وعدلنا منه الماتيريال؟ هاجي هنا اقول له انا عايز الستايل، هاجي ادور على البايب. ده البايب لاين اهيت، تمام، ده المواسير اللي عندي. هقول له مثلا عايز البلو بايب، طبعا تقدر تسميها اي اسم انت عايزه. هي المفروض تبقى اوفست كام؟ خليها مثلا اوفست 0.5، يعني نص متر. السيرفيس افكت هيبقى ايه؟ السايز بتاعه هيبقى قد ايه؟ تقدر تتحكم في الحجم بتاعه، الشكل بتاعه هيبقى سيركل ولا اليبس ولا ريكتانجل ولا شانل. خليه طبعا سيركل. اوكي، وبعد كده اقول له انا عايز ابدا ارسم البايب، بايب لاين اهوت. ابدا ارسم بقى من هنا لهنا. تمام، لهنا. وبعد كده تبدا تعدل لو في حاجه مش مظبوطه، دي بقى تخرجها بره المساحه خالص. تمام، انا اسف، احنا رسمنا بالميتر، المفروض نرسم بالبلو بايب اللي احنا حددناه. تمام، ادوس كنترول زد، اقول له انا عايز بلو بايب. تمام، اقول له انا عايز من هنا لهنا. تمام، هو كده اترسم تحت الارضيه بتاعتي بنص متر. تمام، نقدر نشوفه، ادوس شمال، كليك شمال اللي هو ابدا انزل، ابدا اشوف الشغل اهوت مظبوط اهوت. المصير ماشيه في قلب المنهول بتاعي. تمام، او ممكن تشوف الحاجات دي سيرفيس اوبستي تبقى شفافه، تبقى انت شايف الشغل بتاعك اهوت. بسم الله ما شاء الله. تمام،
وتقدر في أي وقت تعدل أي مصير أنت عايزها، أي حاجة أنت عايزها ليك. برضو موضوع التعديل دوت ممكن تقول له أنا عايز أشوف الشغل كله وار فريم، تمام. طيب نرجع للموضوع الأولاني اللي احنا قلنا عليه البروبوزال. طيب أنا دلوقتي ممكن أرجع أقول له أنا عايز الماستر أو عايز البايب لاين زي ما أنا عايز. طيب أتحكم في الموضوع ده إزاي؟ هاجي هنا أقول له أنا عايز البروبوزال. تقدر من هنا تلغي أي بروبوزال أنت مش عايزه، أو تدمج اتنين مع بعض، أو تضيف واحد جديد. بيديك حاجات كتيرة في التحكم أهوت. تقدر تضيف جديد، تقدر تمسح، تقدر تدمج، تعلم على أي اتنين وتدمجهم مع بعض، تمام. في مثلا حاجة اتعملت جديدة مثلا بايب لاين اهوت، عايز تقول له ده اتضافت، تقدر تدمجه مع أي حاجة أنت عايزها، تمام. مثلا تقول له حطه في قلب الماستر، تمام. أظن الدرس بتاع البايب لاين سهل وبسيط، وأتمنى إن شاء الله تستخدمه في مشاريع كبيرة بإذن الله. أخوكم عمار سليم.